أعطينا أن المثلث ABC محيطه P ونصف قطره الداخلي R، والمطلوب منا هو أن نجد مساحة المثلث ABC بدلالة P و R. نحن نعلم أن المحيط عبارة عن مجموع أضلاع المثلث أو المسافة التي تحتاجها لقطع المثلث كاملاً. دعنا نتذكر ما هو نصف القطر الداخلي. إذا أخذنا الزاوية التي تنصف كل من هذه الرؤوس، كل من هذه الزوايا الموجودة هنا، إذن المنصفات الموجودة هنا ثم الزاوية المنصفة الموجودة هنا، هذه الزاوية ستكون مساوية لتلك الزاوية، وهذه الزاوية ستكون مساوية لتلك الزاوية، ثم هذه الزاوية ستكون مساوية لتلك الزاوية. ونقطة تقاطع منصفات الزاوية الموجودة هنا ستكون مركز الدائرة الداخلية، والمسافة إليها تكون متساوية من جميع الأضلاع الثلاثة، والمسافة من هذه الأضلاع تكون نصف القطر الداخلي. دعوني أيضاً أرسم نصف القطر الداخلي. عندما تجد المسافة بين النقطة والخط ستكون خط عمودي، وهذا الطول عبارة عن نصف القطر الداخلي، وهذا الطول نصف قطر داخلي. وهذا الطول نصف قطر داخلي، ويمكنك أن ترسم نصف قطر داخلي هنا إذا أردت، ويقع مركزه على نصف القطر الداخلي ونصف القطر R، وستبدو الدائرة هكذا، ولا يتوجب علينا أن نرسم في هذه المسألة. يمكنك أن ترسم دائرة تبدو هكذا، ثم نسمي هذا بنصف القطر الداخلي. دعونا نفكر بكيفية إيجاد المساحة هنا بشكل خاص بدلالة نصف القطر الداخلي هذا. حسناً، إن الشيء الممتع عن نصف القطر الداخلي هو أنه يبدو كالارتفاع، إنه يبدو كارتفاع هذا المثلث هنا، المثلث A. دعونا نعين المركز، دعونا نسميه I لمركز الدائرة الداخلية. إذن R هذه عبارة عن ارتفاع المثلث AIC، بينما R هذه عبارة عن ارتفاع المثلث BIC، وR هذه التي لم نقم بتسميتها عبارة عن ارتفاع المثلث AIB. وبذلك يمكننا أن نجد مساحة كل من هذه المثلثات بدلالة قاعدته وR. ربما إذا جمعنا مساحة جميع المثلثات يمكننا أن نحصل على شيء بدلالة المحيط ونصف القطر الداخلي. دعوني أقوم بالمحاولة. إذن مساحة المثلث كاملا، أي مساحة ABC، ستساوي مساحة AIC. AIC، وهذا الذي ألونه باللون الأرجواني يساوي مساحة AIC، مساحة AIC زائد مساحة BIC، أي هذا المثلث، وسأريكم ذلك بلون مختلف، لقد استخدمت اللون الأزرق. إذا دعوني أستخدم البرتقالي الآن، زائد مساحة BIC، إذا هذه المساحة هنا، إذا زائد مساحة BIC، ومن ثم أخيرا زائد مساحة، دعوني أرى، سأستخدم اللون الوردي، زائد مساحة AIB، هذه هي مساحة AIB، زائد مساحة AIB. نأخذ مجموع مساحات هذه المثلثات الثلاثة ونحصل على مساحة المثلث الأكبر. الآن AIC مساحة AIC تساوي نصف القاعدة ضرب الارتفاع. نصف القاعدة هو نصف AC، نصف AC ضرب الارتفاع، إذا ضرب هذا الارتفاع، أي ضرب R. هذه هي مساحة AIC. ثم مساحة BIC تساوي نصف القاعدة، أي نصف BC، نصف BC ضرب الارتفاع أي R، ثم زائد مساحة AIB تساوي نصف القاعدة وهي طول الضلع AB، AB ضرب الارتفاع وهو مرة أخرى R،
ويمكننا إخراج عامل نصف R من جميع العبارات ونحصل على نصف R ضرب AC زائد BC زائد AB. وأعتقد أنك ترى إلى أين نذهب. هذه درجة مختلفة من اللون الوردي زائد AB. الآن ما هو AC زائد BC زائد AB؟ إذن ما هو AC زائد BC زائد AB؟ حسناً، إنه المحيط P. إذا أخذت مجموع الأضلاع هذا هو المحيط P، ويبدو أننا انتهينا. مساحة المثلث ABC ABC تساوي نصف ضرب R ضرب P المحيط، والنتيجة متقنة فعلا، والتي هي نصف ضرب نصف القطر الداخلي ضرب محيط المثلث، أو في بعض الأوقات ستراه مكتوب بصورة R P على 2، هنا 2، وهذه العبارة أي المحيط على 2 تسمى أحيانا بشبه المحيط سيمي بيراميتر سيمي بيراميتر، وفي بعض الأوقات يعبر عنها ب S. فسترى أحيانا أن المساحة تساوي R ضرب S، حيث S هو شبه المحيط أي المحيط تقسيم 2. أنا شخصيا أفضل هذه الطريقة لأنني أتذكر أن P هو المحيط، وإذا أعطاك أحدهم نصف القطر الداخلي والمحيط سيكون بإمكانك أن تجد مساحة المثلث، أو إذا أعطاك أحدهم مساحة المثلث والمحيط فيمكنك أن تحصل على نصف القطر الداخلي له. وإذا كان المعطى 2 من هذه المتغيرات ستستطيع دائما أن تحصل على الثالث، على سبيل المثال إذا كان هذا مثلث، والشيء المعروف عن المثلث القائم هو إذا كان لدي مثلث لديه الأطوال 3، 4، و5، ونعلم أن هذا المثلث قائم، يمكن أن نتحقق من ذلك باستخدام نظرية فيثاغورس. ويسأل أحدهم ما هو نصف القطر الداخلي لهذا المثلث. حسنا، يمكن أن نجد المساحة بكل سهولة، نحن نعلم أن هذا مثلث قائم 3 تربيع زائد 4 تربيع يساوي 5 تربيع. إذن المساحة area تساوي نصف ضرب 4 ضرب 3، 3 ضرب 4 ضرب نصف ويساوي 6، والمحيط هنا يساوي 3 زائد 4 ويساوي 7 زائد 5 ويساوي 12. 12. إذا لدينا المساحة ودعونا نكتبها. المساحة تساوي نصف ضرب نصف القطر الداخلي ضرب المحيط. إذا هنا لدينا نصف ضرب أو 12 تساوي نصف ضرب نصف القطر الداخلي ضرب المحيط. لدينا 6، دعوني أكتب هذا. المساحة تساوي 6، و6 تساوي نصف ضرب نصف القطر الداخلي ضرب 12. وفي هذه الحالة نصف ضرب 12 يساوي 6، 6 تساوي 6 R، نقسم كلا الطرفين على 6 فنحصل على R تساوي 1. إذا أردت أن ترسم نصف القطر الداخلي له والنتيجة تكون جيدة نوعا ما، دعوني أرسم بعض منصفات الزوايا هنا. هذا المثلث القائم 3 4 5 لديه نصف القطر 1. إذا هذه المسافة تساوي هذه المسافة، والتي تساوي هذه المسافة أي تساوي 1. أي تساوي 1.